أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيد. شجاع كأن الحرب عاشقة له، إذا زارها فدته بالخيل والرجل. لا يوجد وصف في الشجاعة يفوق ما قاله أبو الطيب في مدح أبي الفوارس أحد قادة مركز الخلافة العباسية في بغداد، وقد أنشده هذه القصيدة وهما في ميدان المعركة وعلى فرسيهما. يقول في هذا البيت ويصف شجاعته أنه شجاع يقتل ولا يقتل، فكأن الحرب تعشقه وتحبه، فإذا زار الحرب وأتاها استبقته وأفنت من سواه من الفرسان والرجال، فكأنها جعلتهم فداء له. علينا أن نتوقف أمام هذا البيت طويلا لأنه خيال ابتكاري وبديع، ومن بدائع أبي الطيب واختراعاته ومما لم يسبق إليه. وهذا إذن هو سبق المتنبي، وهذا هو بيت القصيد.